للمزيد حول هذا الموضوع والانتخابات التشريعية المقررة في تونس، تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس نسرين رمضاني. أهلا بك يا نسرين وصباح الخير عليك. أولا صباح النور جمهورتي العزيزة وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. عايز أعرف منك يا نسرين بداية، كيف تستعد تونس اليوم لهذه الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر؟ وأيضا لو تكلمينا أكثر عن استعدادات الشارع، ربما الشارع التونسي لهذه الانتخابات. نعم، تونس في خضم المسار الانتخابي، يعني تستعد لتنظيم انتخاباتها خلال شهر تقريبا من الآن، تقريبا 17 ديسمبر القادم. هذه الانتخابات يعني استعدادات على المستوى الرسمي، يعني الهيئه العليا المستقله للانتخابات تواصل خططها بخطى خفيفه، يعني في كل المراحل ليس هناك اي تغيير في الخطى. الرئيس مشدد في كل مناسبه في كل لقاء مع رئيس الحكومه او الوزراء على ضروره يعني التثبيت في تطبيق القانون فيما يتعلق بالتجاوزات التي يرتكبها البعض في حق هذا المسار الانتخابي. في المقابل هناك جدل كبير في الشارع التونسي يعيش على واقع جدل كبير فيما يتعلق بهذه الانتخابات. تقريبا كل مراحل وكل تفصيل في هذه الانتخابات يتلقى انتقادات كثيره. ممكن يا نسرين تقول لنا قبل ان تكملي هذه الفكره، ربما اهم هذه التجاوزات بحق هذا الاستحقاق الانتخابي التي تحصل في الشارع التونسي؟ نعم، أهم التجاوزات تتعلق بالأساس بما يسمى التجهيز. القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد يفرض على المترشحين للانتخابات تقديم 400 تذكرة، يعني هذا شرط للترشح للانتخابات. 400 تذكرة يعني أن 400 ناخب يفوز لشخصا معينا ليترشح للانتخابات، مثلهم يجب أن يكون من النساء. هذا شرط يعني ليس شرطا سهلا ليتم توفيره من قبل كل المترشحين، فيبدو ان البعض يلجا الى اساليب من بينها المال، يعني توزيع اموال الحصول على ترشحات، تزيير ترشحات وما الى ذلك. هناك طعون لدى المحكمه الاداريه، هناك بعض الملفات التي يعني اسقطتها، ويعني الهيئه العليا المستقله للانتخابات رفضت بعض الترشحات بسبب مشكلات في التسويات لانها لم تكن تسويات صحيحه. طب ممكن اعرف منك برضو يا نسرين، ابرز هذه الاحزاب التي رشحت نفسها او المتنافسه فيما بعضها، وايه فرص هذه الاحزاب بالفوز في مقاعد في البرلمان؟ لكن جميله العزيزه في هذه الانتخابات انه لا وجود للاحزاب، يعني على الاقل بصفه عالميه. البعض يقول ان هناك احزاب يعني ترشح منتسبين لها واعضاء لكن يعني خفيه بشكل مقنع، لكن هذا ليس ثابتا. بعض القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه قيس سعيد يفرض شرطا اساسيا، وهو ان يكون الاقتراع على الافراد وليس على القائمات، يعني خلافا لكل انتخابات نظمتها تونس في السابق. هذه سابقة في هذه الانتخابات، إذا هو اقتراع على الأفراد ليس على القائمات. إذا الأحزاب ليس يعني هي لم تقوم بحملات انتخابية على الأفراد المرشحون كأفراد، يعني ما فيش أسماء واضحة أو محددة يا نسرين أفهم منك. هناك البعض من الأسماء فيما يتعلق بالمترشحين، يعني أغلبهم كما قل يعني أغلبهم هم مناصرون للرئيس السعيد ومساندون لقراراته واجراءاته وكل ما يقوم به. هناك بعضهم ليس مساندا يعني بصفه مطلقه للرئيس السعيد، لكنه مساند لمسار 25 يوليو. هناك البعض من ينتقدون ومعارضون للرئيس السعيد، لكن ليست المعارضه المعروفه، يعني المعارضه تقاطع هذا المسار الانتخابي. بالنسبه للمترشحين، هناك البعض من الوجوه السياسيه، بعض النواب في البرلمان السابق، هناك البعض طيب من حزب النهضه ايضا. هل هناك اي اخبار عن يعني ابرز المرشحين من هذا الحزب تحديدا؟ هناك البعض يعني من المتابعين يقولون ان هناك افراد يترشحون
بصفه مقنعه يعني يترشحون بصفه مستقلين، لكنهم هم في الاساس تابعون لحزب حركه النهضه. الحقيقه ليس لدينا معطيات متوفره، يعني ليس هناك احداثات جديه في هذا الشان، لكن حزب النهضه هو مقاطع لكل هذا المسار الانتخابي، يعني هو حزب يعني طبعا هو المعارض الرئيسي حاليا وينبغي ضمن ائتلاف ما يسمى بجبهه الخلاص المعارضه لرئيس قيس سعيد. هذه الجبهه هو حزب حركه النهضه معارض بكل المسار الانتخابي، يعتبره ذاتا غير شرعيه. إذا يعني حزب النهضة هو معارض لكل هذا المسار وهذا الاستحقاق الانتخابي. أنا عايزة بس يعني أستغل كل الوقت معاكي، عايزة برضو أسألك بحسب المعلومات المتوفرة لدي، هناك 122 امرأة تشارك اليوم في هذه الانتخابات، أهمية مشاركة المرأة وخاصة أنه النسبة مرتفعة يعني في هذه الانتخابات التشريعية عموما بالنسبة للمرأة، صحيح؟ الحقيقة لا نستطيع أن أقول أن هذه النسبة مرتفعة فيما يتعلق بمشاركة النساء في هذه الانتخابات. 122 امرأة من جمال 1058 مرشحة للانتخابات، يعني هي تقريبا 12% نسبة النساء في المرشحين، يعني من ضمن المرشحين لهذه الانتخابات هي نسبة ضعيفة جدا إذا قارناها مع نسب مشاركة النساء سواء ترشحا أو يعني مشاركة في حياتي. وما أسباب ما السبب نسرين؟ ما السبب يعني في ضعف مشاركة المرأة؟ نعم، المتابعون للشأن التونسي وخاصة المسار الانتخابي يقولون أن هذا القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد لا ينصف المرأة، لا يجعل يعني تسهيلات فيما يتعلق بتقديم ترشحات. مثلا يقولون يعني هناك خبراء يقولون ان النساء لا يمكن ان يتنقلن في المناطق في الارياف وفي كل مناطق الجمهوريه باريحيه مثل الرجال. هناك يعني المجتمع التونسي المعروف عنه انه مجتمع منفتح، لكن البعض من المناطق لا ينطبق عليها هذا الانفتاح، وبالتالي النساء لا يمكن ان يشاركن ويتحركن باريحيه لجمع اساسيات وبالتالي باستثناء ملفات ترشحهم. ولكن يعني هناك ايضا الكثيرين من يشيدون بهذا القانون الانتخابي الذي اقره قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد، اسباب ربما ايضا هذه الاشادات لهذا القانون الانتخابي، اهم المزايا اللي فيه. نعم بالفعل هناك اطراف تشيد بهذا القانون الانتخابي، هم يعني بالاساس مسندون الرئيس السعيد، يعتبرون في هذا القانون الانتخابي الجديد قطعا مع كل الممارسات السلبيه التي ارتكبتها الاحزاب السياسيه في خلال العقرية الماضيه، لان هناك قطع واسع من الشارع التونسي يعتبر ان الازمه او الازمات المتراكمه، الازمات السياسيه المتراكمه التي عاشتها تونس خلال الفترات خاصه في العشرين الماضيه سببها بالاساس النخبه السياسيه او الاحزاب السياسيه، لا سيما الاحزاب السياسيه المشاركه في الحكم وعلى راسها حركه النهضه التي لطالما كانت مشاركه بالحكم سواء في ائتلافات حكوميه او تحكم لوحدها. اذا يعتبرون هذا القانون الانتخابي سيقطع مع كل هذه الممارسات السلبيه، سيقطعون مع المحافظه سيقطع مع المحافظه الحزبيه، سيقطع الطريق على المال السياسي الفاسد وعلى تلك ما يسمى في العديد والعديد من المزايا. نسرين خليني اشكرك، مراسله القاهره الاخباريه في تونس نسرين رمضان رمضاني، شكرا لك.